بالباب قاعد طق الباب. شو فيكم متيمين لبيتي؟ حج انا ما حاجي يا سالفه. جيتي والله يابك، جيتي والله يابك يا ام هارون. حريمنا ما ندري عنهم، ما ندري عن عرضهم من سماهم. انت منين يا ام هارون؟ اشوفك ساكته يعني، مو مستغربه شو السالفه؟ انت تعرفين شيء عنهم؟ يبا حريمكم في بوليس خانه. بوليس خانه؟ شو يسمون هناك؟ كانوا في بيت موشي شالون وصادوهم. انت موشي؟ موشي شالون شنو هذا؟ يطلع بعد هذا؟ هذا ساحر. وقص عليهم كم كلمة وصدقوا ويبي يسوي لهم سحور حقهم على شأنكم يعني إنه بيطيح روسكم. وقص عليهم وصادوهم الشرطة. إحنا ما إحنا سالمين من اليهود هالنوبة جايبين لنا ساحر. مسعيد خلي ينطب على ترى مناقص. يا جماعة الخير إحنا وين وانتوا وين انتوا؟ الله يهديكم تتعاوشون. قوموا خلونا نروح البوليس خالة نطلع حريمكم. قوموا من رخصتك. شو هالحال؟ وانا كل ما جيت اعد الشيء خربته بطيت وقعدت. حسبي الله على ابليسك يا ابو سعيد. هذه سوات يسويها فيني انا عقب هالعمر؟ امد يدي علي. عادي يا امه، خلاص خلاص. لا تقعد دعين تتحسي بين، رحمي حالك. اقول كنك راضيه على اللي سواه. ايه لولا جبر رب الكريم يسلمه ما وقف من بيننا كان الحين نحتي عليه نوح الحمام. بسم الله عليك لا تقول هالحكي عادي يما. بس عاد بيني وبينك انت اللي سويتي مو شيء هين. احد مثلك انت يسوي هالسوات؟ حلوه الله لا يرضى عليك يا جليله الحيه. هي اللي شارت عليها الشوره لان ابوك لو عنده عقل ويفكر شوي كان عرف ان انا رايحه هالدرب علشان ابيه وياي يكون دب الدهر. وكاهو يمك